احتج أبناء الطائفة المسيحية في إسرائيل ضد تنظيم معرض فني مسيء لديانتهم في مدينة حيفا، على حد تعبيرهم ماك جيزس، مجسم فني يظهر شعار شركة ماكدونالدز للمأكولات السريعة مصلوبا مكان السيد المسيح، وهذا ما استنكرته الجهات الدينية والتي طالبت بإزالة المعرض وكافة المواد المسيئة للديانة المسيحية. أرحب في الصحفية في آي 24 نيوز أحلام عثمان، أهلا بك. يعني يا أحلام، كان هنالك مظاهرات وعدة اعتقالات أمام مبنى متحف حيفا، يعني لماذا كل هذه الضجة؟ نعم، هذا المعرض الذي أثار جدلا واسعاً وفلسفياً حول حرية التعبير، وأيضاً حول حرية احترام المعتقدات الدينية، أثار جدلاً ما بين معارض ومؤيد لهذا العمل الفني الذي أثاره الفنان الفنلندي. وذلك هناك من اعتبر أنه يسيء للمشاعر المسيحيين، وهناك الطرف الآخر رأوه بأنه يعبر عن قضية اجتماعية اقتصادية أراد أن يوصلها الفنان من خلال هذا العمل الفني. نعم تماما أحلم، يعني ما هي القضايا بحسب رأيك التي ودى الفنان يعني طرحها؟ هل هي المساس في الرموز الدينية كما يدعي يعني بعض من أبناء الطائفة الدينية، أم أن هنالك أمور أخرى يريد الفنان تسليط الضوء عليها؟ نعم، أراد الفنان تسليط الضوء على قضية الثقافة الاستهلاكية، هذه الثقافة الاستهلاكية التي أنتجها وخلقها النظام الرأسمالي، التي أصبحت تنخر في مجتمعاتنا وتشكل هويتنا، وليس فقط هويتنا، وأيضا تشكل توجهاتنا وتوجه علاقاتنا مع الآخرين. هذه القضية التي أراد أن يثيرها الفنان هي قضية الثقافة الاستهلاكية، الثقافة الاستهلاكية التي أنتجتها الرأسمالية، وأراد أن يعبر عنها من خلال الرموز الدينية، الرموز الدينية بدلالاتها الروحانية، وهذا ما يتناقض مع المادة التي خلقتها الرأسمالية، وهو عبر عنها من خلال رمز المسيح والسيدة مريم العذراء. نعم، هذا الدمج ما بين المادية والروحانية، فاليوم أصبحنا نشتري الصلبان والآيات القرآنية وندفع ثمنها. نعم، هذا هو العامل الرأسمالي الذي يجعلنا نشتري الرموز الدينية لكي يجعلها تجارة والمتاجرة بها. تعلمين أحلام، يعني هذا المعرض مقام في متحف حيفا منذ قرابة 5 أشهر، لكن منشور على فيسبوك يعني كان كفيلا بإثارة كل هذه الضجة. كيف تفاعل الجمهور والمجتمع هنا في البلاد مع هذا المتحف أو هذا المعرض الفني؟ عذرا. نعم، هناك وديع أبو نصار الذي رأى به وقال: سأوضح بصورة متكررة بأنه بالرغم من نوايا الفنان الفنلندي صاحب المعرض الاحتجاج على المجتمع الاستهلاكي الذي نعيش به، إلا أنه من غير المقبول استعمال رموز دينية بمثل هذه الطريقة. نعم، اعتبر وديع أن هذا العمل الفني مسيء للمشاعر الدينية، وهذه الجدلية ما بين حق الحرية في التعبير عن الرأي واحترام الأديان. نعم، واحترام المعتقدات الدينية، فهذه الجدلية ما بين أن لكل فرد الحق في أن يختار ويعبر عن رأيه كما يشاء، وهناك خطوط حمر طبعا وهي حياة الشخص المقدسة، فهي خط أحمر لا يمكن المساس به. نعم، ولكن بما أننا نعيش في مجتمع الذي يحتوي على فئات وأديان وأعراق مختلفة، فهو يحمل أيضا رؤية تقبل الرأي الآخر. نعم، وهذا ما ينقصنا في مجتمعاتنا. نعم، هو الإمكانية على تقبل الرأي الآخر وليس أن نملي بمعتقداتنا. نعم. أحلام، دعينا نتحدث عن المعرض في سياق قانون القومية، يعني من جهة هنالك تنديد من المجتمع العربي واستنكار لقانون القومية الذي يعني يضع وصاية معينة، أو عذرا قانون الولاء، عذرا قانون الولاء في الثقافة الذي تقدمت به ميري ريجيف، الذي يعني يضع هذه الوصاية الثقافية للأجندات التي ستعرض في الأعمال الفنية في البلاد والتي لا تعرض، ومن جهة أخرى يعني على الرغم من المطالبة بحرية التعبير عن الرأي ورفع قانون الولاء في الثقافة، إلا أن هنالك مطالبة بعدم عرض هذا المعرض وسحب كل هذه المواد المسيئة، يعني ألا تجدين ذلك غريبا بعض الشيء؟ نعم، بما أننا نعيش
كما أسلفت سابقا في مجتمع متنوع فيه ثقافات وأعراق وحضارات مختلفة. نعم، وقانون الولاء في الثقافة يمس حق الأقلية العربية بأن تعبر عن هويتها وعن ثقافتها وعن حضارتها تماما. فعند المساس في هذا الحق فإنه ينتقص من حقوق الأقليات في التعبير عن رأيها. نعم، وبالإضافة لذلك هناك فقط الأنظمة القمعية هي التي تمس حقوق الأقليات. وصلت الفكرة. نعم، الصحفية أحلام عثمان، شكرا جزيلا لك. أهلا بك.